أنا عارفة إن النهاردة عيد وإنه محدش فينا عايز يسمع سيرة كورونا ولا لقاحات ولا حاجة، لكن هقول لكم معلومتين مهمين وأجرنا على الله. في كل يوم بنفتكر الكورونا بنفتكر أيام صعبة عدت علينا وما زالت آثارها يعني بنحس بيها في كل مكان في العالم. الكورونا بالمناسبة في موجة موجودة في العالم كله، وما فيش حد فينا عنده جزء من التمييز يقدر يستبعد أنها تكون موجودة في مصر، حتى وإن كانت الأعداد الرسمية قليلة، لكن أنت بتقدر ترصد أدوار البرد الكثيرة والسخونة والتعب دي، أنه قد يكون إحنا ما بنروحش نحلل قوي باهتمام، لكن لحد النهاردة اللي عنده دور في سخونة وحرارة وتكسير في الجسم والأعراض إياها دي اللي إحنا عارفينها، هيكون من عدم المسؤولية وهيكون تجني كبير جدا، وهيكون قتل عمد إذا رحت في وسط تجمعات في العيد ولا رحت تتكلم ناس ولا تعيد مع ناس وتأذيهم وانت بهذه الأعراض. لحد النهاردة ده خطر جدا، ودي عدم مسؤولية. وأرجوك لما تشوف واحد لذيذ كده وبيقولك بس أنا سخن ومكسر شكلي عندي كورونا وياخدك بالحضن، امنعه، لأن دي جريمة كبيرة. لكن الشيء بالشيء يذكر، لما نذكر الكورونا نذكر ايه اللي بيحصل، العالم بيشتغل على ايه. طب مش قلتولنا كان في ادويه، مش قلتولنا في علاجات ممكن تظهر. لكن لحد النهارده احنا بنتكلم في اللقاحات. الـ FDA قالت انه ممكن الموافقه على تلقي الاطفال اللي بتقل اعمارهم عن 6 أشهر الى 5 سنوات للقاح موديرنا تحديدا. الخطوه دي الناس كان بقالها كتير قوي مستنياها، وكنا دايما نقول لازم يعدي 6 سنين 12 سنة، والأرقام تفاوتت وتغيرت. ليه بقى ده بيحصل، وإيه اللي ممكن يكون يميز لقاح موديرنا عن لقاحات أخرى، وإقبال الناس بقى على أنه الأطفال يتلقوا اللقاحات دي، كلها أسئلة. بعد ما نعيد بقى على دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة نسألها. مساء الخير دكتور إسلام، وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير دكتور دينا، كل سنة وانت طيبة وكل مشاهدينك بخير يا رب. لقاحات تاني ولن يخلو الحديث بقى عن اللقاحات، ايه رأي حضرتك في هذا التصريح الأخير، وهل شايفه تأخر كثيرا؟ العالم يعني كان بقالنا كتير عندنا وعود بأنه اللقاح يبقى متاح للجميع وأنه يحصل حتى للأطفال، عشان طبعا تفادي أي مضاعفات للأطفال أقل من 6 سنوات. لا صحيح، وانا هاخد من المقدمه الجميله بتاعت حضرتك. يعني احنا كان عندنا فجوه في اقل من 5 سنين، يعني دايما دول الفئه اللي ما كانش عندنا ليهم بروتوكول للفاكسين. فالفايل اللي اتقدم حاليا من موديرنا الـ FDA تحت الفحص حاليا هو هيبقى ميلي للاطفال، احنا زي ما اتكلمنا تحت 5 سنين، وبقى اشتراطات معينه. هو الموضوع دي صراحه شقين، يعني هو طبعا هم مش هياخدوا الدوز كامله، بياخدوا ربع الدوز. التجارب الاكلينيكيه اتعملت على 7000 طفل. طبعا مع الاطفال احنا ما بنعرفش نقيس ولا الوفيات، ولا بنقدر نقيس الاصابات الحاده اللي بتؤدي لدخول عنايه مركزه. دول كده كده حدوثهم قليل جدا مع الاطفال، احصائيا صعب بيتحسب. اللي اتحسبت هي حدوث اعراض، سواء كانت الاعراض خفيفه للغايه لغايه متوسطه. ودي كانت معقولة، لأن الحماية كانت من سن لغاية سن 2 سنين في حدود 50%، ولغاية 4 سنين تقريبا في حدود 37%. طبعا هي النسبة دي قليلة، لأن أوميكرون كده كده خلى اللقاحات كلها الحماية بتاعتها قليلة. اللي حاليا بقى المشكلة عندهم في أمريكا أكتر من الموافقة هي الإقناع بتاع الأهالي، لأن طبعا هو حتى اللقاحات اللي كانت متوافق عليها من 6 سنين لغاية 12 سنة 70% من الشعب الامريكي لسه متردد في اعطاء اللقاح. فهو حاليا بيشتغل عليه هو طمانه الناس في الفعاليه وفي السلامه، اهم حاجه طبعا السلامه. طب انا عندي سؤال، هو الناس هو الناس متردده ولا الناس غير عابئه زي ما بيقولوا؟ اي دونت كير، يعني انه الناس خلاص ما بقتش مهتمه وثابت الكورونا كده في حالها واطلقت حياتها تاني زي ما احنا عاملين من زمان طبعا، ولا هم فعلا قلقانين من المخاطر الصحيه للقاح؟ هو يعني في دراسه حلوه جدا اتعملت على الموضوع ده خصوصا بعد اوميكرون، لان هم وجدوا ان الناس ما بقتش مهتمه، سواء في البلاد اللي لسه عندها زياده في الارقام او في البلاد اللي قلت. يعني احنا امريكا لغايه دلوقتي عندها 9% زياده في الارقام على شهر اللي فات، فعندهم موجه.
زي بالظبط افريقيا. على فكره افريقيا عندها 30% زياده الارقام ما عدا احنا، الحمد لله احنا الوحيدين اللي الارقام عندنا قليله. فالناس بقت متعوده، يعني الناس عندهم ارقام عاليه بس متعودين ان هم يحصل لهم عدوى ويرجع تاني، بس الناس بتنسى ان في منهم ناس بيخش المستشفى وبيموت حتى من اوميكرون لا قدر الله. لذلك انا هكرر تاني نفس التحقيق بتاعك، ان اي حد عنده اعراض على الاقل على الاقل ما تختلطش في حد لغايه ما تخش. احنا ما بنقولش بقى خلاص يعني لازم تلبس ماسك اول ذا تايم حتى لو في ناس قليله وناس كبيره، بس على الاقل ما تعديش حد. لسه صحيح عندنا حتى في مصر وفيات قليله، بس ما هي وفاه كل وفاه حتى عندنا وفاه واحده هي وفاه نتيجه مرض ممكن تفاديها. مش يعني 100 وفاه زي وفاه بالنسبه لي كله ممكن ان انا اتفاداه. لكن طبعا هو الخبر ده كويس، من ساعتها هيبقى عندي كده حمايه من اول الولاده لغايه اعلى سن باللقاحات، خلاص ما بقاش في حجه، اللقاحات كمان بقت متوفره، مفيش يعني انا شايف ان اي وفاه اقدر ان انا اتجنبها بان انا واخد اللقاحات. وخصوصا ان انا برضو في عزوف جامد على فكره البوسترز، يعني احنا نسبه اللي خد البوستر في مصر 2% وفي افريقيا كلها 1.5%. النسبه عامه يعني في امريكا واوروبا واسيا 30% برضو قليله على فكره، بس 30% احنا 2 احنا طنشنا خالص. انا عايز اسال حضرتك كمان عن الحديث عن اللقاحات، طال زمنه وكان في حديث على استحياء كده ان في علاج، هل الكورونا هيبقى ليه علاج ولا هيبقى زي فيروس الانفلونزا اللي لقاحات موسميه لازم تتكرر كل سنه عشان الناس تامن من انه من الاصابه؟ هو يعني دايما في العدوى الفيروسيه هيفضل اللقاح احسن، ودايما الحمايه والوقايه احسن من العلاج خصوصا في العدوى الفيروسيه. لكن العلاجات طبعا اتطورت، هي طبعا مشاكل العلاجات على المستوى العالمي هي في حاجتين، الانتاج يعني كميه الانتاج وفي غلو السلعه نفسها. احنا الحمد لله في مصر اتجهنا اتجاه اخر، احنا بقينا نصنع، فاحنا كل البروتوكولات الجديده حتى الادويه الجديده بتاعت ميرك شار بندوم اتصنع برضه جوه مصر، فبالتالي ما عندناش مشكله السلع الحمد لله متوفره. لكن انا بتكلم عن صار على مستوى وجوده اي علاج للفيروس مش زي البكتيريا زي المضاد الحيوي، مش زي ان انا اخد له لقاح، فبالتالي هيفضل الاعتماد دايما والتطوير اكثر على مستوى اللقاح. حتى تجاريا الدول والشركات البحث العلمي في اللقاحات اجدى ومربح علميا قبل تجاريا في اللقاحات، لان انا زي ما بنتج لقاح بعمل تكنولوجيا نفس اللقاح ده ممكن لامراض اخرى عكس الادويه اللي هو صعب ان انا اوصفها لكذا دواء. لكن برضو العلاجات اتطورت، احنا البروتوكول بتاع 2022 مختلف تماما عن 2021، اتشال منه مضادات حيويه حط عليه مضادات للفيروسات مخصصه للكوفيد، ما كانش عندنا مضاد للفيروس خصيصا معمول لكوفيد، ده طلع في يناير 2022 وشهر اكتوبر 2021، ودول حاليا 2 مضادات للفيروس موجودين عندنا. النونو كلونال انتي بوديز بقت موجوده اللي هي مضادات اجسام جاهزه بتتاخد للناس في اول المرض، بس هي طبعا الشرطين بتوع الموضوع ده ان انا ادي الدواء للناس قبل ما الحاله تتفاقم. ده اول شرط، وده شرط دايما مش سهل، لان معظم الناس بتقعد في البيت لغايه ما الاعراض تبتدي تتفاقم، بعد كده تيجي تروح المستشفى تسال على علاج متقدم. والحاجه الثانيه المعرفه، يعني مش كل الناس عارفه ان انا لو رحت مستشفيات الوزاره التامين الصحي المستشفى الحكوميه هلاقي علاج احسن من اللي انا باخده في الصيدليه وبدفع فيه فلوس. وغالبا المونوكلونال انتي بودز والادويه المضاده للفيروسات الجديده موجوده فقط واحسن في المستشفيات الحكوميه وببلاش. طيب دي معلومه فعلا مهمه، دي بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء وعلم الاوبئه.